السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة دعمنا بلايك للفيديو واشترك للقناة. طبعا احنا حاليا من داخل مزرعة نعام التركي، من داخل مزرعة نعام التركي. طبعا أي حد حابب يعرف تفاصيل أي حاجة بالنسبة للحم النعام، طبعا لحم النعام طبعا زيرو كوليسترول فهو مفيد جدا. دي معانا دي رقبة نعام كاملة، طبعا ده بيبقى محجوز من الاسبوع للاسبوع. دي رقبه كامله بالزور بتاعها، ده بالزور. طبعا دي كبد النعام، طبعا ده مفيد جدا، مفيش دهن نعام، مفيش دهن، مفيش، وطبعا مفيش كوليسترول خالص. بالنسبه للمرضى اللي هم بتوع مرضى الشرايين والقلب وكده مفيد جدا يعني. وده قلب النعام، ان شاء الله انتظرونا. واللي حابب يعرف اي تفاصيل اكتب لي بس في التعليقات، واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. ان شاء الله كل يوم جديد، احنا بنذبح كل يوم جمعه. اللي حابب يحجز يكتب لي بس في التعليقات. واللي حابب يعرف تفاصيل النعام كامله بالنسبه لاسعار البيض واسعار اللحم واسعار الكتاكوت. طبعا بالنسبه لاسعار الكتاكوت، فيه عندنا هنا كتاكيت نعام صغيره وفي اللي هو البيض، بس احنا لسه حاليا بنفرغ. تمام، فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وان شاء الله اللي حابب يعرف اي حاجة يكتبها لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.